عندي نص كيلو لحمة مفرومة وكزبرة خضراء معاها بصلة مطحونة وعلبة طماطم. بهارات ملح وكزبرة ناشفة وكمون وفلفل أسود ومكعب ماجي، وعندي ليمون ملعقتين. بطاطس مقطعة مربعات صغيرة وحبتين جزر وزيت وأربع ملاعق مكرونة صغيرة. عندي حبة بصل كبيرة مقطعة صغار بيضة، وعندي ملعقتين كويكر لازم مهمة هذه، وعندي كزبرة خضراء كمان. الكزبرة الخضراء على اللحمة وأحط البهارات ودحينة أعمل من الفول. اللحمة جاهزة خلاص، دحينة أكورها وأخليها في الكبسة. اللحمة خلصتها وكورتها كلها، طبعا شايفين لونها أخضر مع الكزبرة لون تعطيه بالطريقة هذه. بهارات الشوربة كزبرة ناشفة ملعقتين ملح، نص ملعقة كمون، فلفل أسود، باذنجان، قرفة، ورقتين غار. أحط ملعقة زيت وأحط البهارات الصحيحة أول شيء لمدة 3 دقائق. أحط البصل وأشوحه مع البهارات مدة 3-4 دقائق، بس ما أبغاه يصير لونه أحمر. البهارات واحط نص كمية الكزبرة الخضراء معاهم. احط كور اللحمة وما اقلبها عشان لا تتفتت علي. يصير زي الكسرتين، حاول بعيدهم عن بعضهم بس لغاية ما تتماسك. سيبها كده 5 دقايق وهضيف لها العصير الليمون والطماطم المطحون. احط الليمون، احط كمان الطماطم المطحون عليها. شايفين كيف كور اللحم اتجانست خلاص؟ الحين هحط عليها 1.5 لتر مويه حاره علشان الشوربه واسيبها تغلي. نحط المويه حاره اكيد لان المويه الشوربه تحتاج مويه، لان كمان عندنا خضار ومكرونه. شايفين ما شاء الله خلاص الحين الكور عندي استوت. احط ملعقتين الكويكر عليها. طيب الشوربه عندي الحين تعتبر جاهزه، بس الخضار والمكرونة هحطها قبل التقديم بنص ساعة. طفيت النار وحط الجزر والبطاطس، هي ما حتستوي بس يعني تفون معاهم، وبعدين ان شاء الله نحط المكرونة قبل التقديم.